Qori, cabang tilawah golongan dewasa dengan nomor peserta Teki 434 akan membaca surah Al-Isra dimulai dari ayat 11 dan seterusnya halaman 283. Disilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yad'u al-insanu bish أر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان
ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا
وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. صدق الله.